التحري الوبائي باش يكون يعني باش مجدي. يكون مجدي لازم يكون متبوع باحترام صحيح فعال نتاع الحجر الصحي. كل الاجراءات هذه واش هي يعني ليليمون فوندامونتال نتاعها، العالم العامل الاساسي نتاعها وشنو هو؟ تنقص في احتمال تواصل مباشر بين البشر. شفنا ايطاليا وشفنا الصين، يعني كادت المنظومه الصحيه ان تنهار تماما. وحنا ما ناش في حاجه لانهيار، على خاطر اذا كان انهارت المنظومه الصحيه اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي ما يطيقش يداوي، اللي عنده كونسير ما يطيقش يداوي، اللي عنده مرض السل ما يطيقش يداوي، وين نروحوا؟ نظن ان الحكومه نتاعنا منذ البدايه كانت عندها استراتيجيه جد تطوريه، سيتي ايفولوتيف، ما غلقنا كي كان لازم نغلقوا، حلينا كي شفنا باللي نطيقوا نحلوا، عاودنا غلقنا جزئيا، اليوم رانا غالقين جزئيا، درك نشوفوا الارقام، اذا كان هذه الارقام تبدا تنقص بالك نعاودوا نحلوا جزئيا، اذا كان الارقام تطلع بالك لازم اجراءات صارمه اكثر.